السلام عليكم واهلا في فيديو اسئلتكم الشهية. لو عايز يعني ان شاء الله يعني الشهر الجاي ابقى اجاوب على السؤال الخاص بيك، يعني ممكن تسيب السؤال في الفيديو ده تحت في التعليقات. اكتب بس اسم العمل، يعني اذا كنت هتتكلم عن احداث بتحصل في العمل، يعني عشان ممكن في عمل انا ما تابعتهاش. والنقطة التانية، الجزء الاول من الفيديو ده هيكون من غير حرق، ولو في حرق انا هنبه قبلها. النقطة التالتة، ممكن تقولي ان شاء الله يعني في التعليقات لو في حاجة ممكن ان شاء الله تتطور، ممكن في اي حاجة تتحسن، شايف ان يكون فيها مشكلة مثلا. وخلينا نبدأ بالسؤال الاول من ابراهيم عدن تقريبا. شفت سانت سيا عمل رهيب. سانت سيا من الاعمال اللي تقريبا كانت بتذاع على سبيس تون اظن، يعني انها كانت بتذاع مش فاكر، لكن لو هو كان منهم فهو من ضمن الاعمال التي لم اكن احبذها اطلاقا. كنت شايفها من الاعمال المملة جدا جدا جدا. الطابع ده بتاع انميات الميكا موجود عندي من وانا طفل، كلها اعمال مملة. اول لما بتتعرض بيجي الميم في دماغي، او شيت وهير وي جو اجين، يعني ده الحاجة اللي كانت بتيجي في دماغي ساعتها، مع ان تقريبا سان اندريس ما كانتش لسه اتعملت ساعتها. لكن اظن ان انا اختلفت دلوقتي 180 درجة عن دماغي زمان، وعن دماغي حتى من 5 سنين او حاجة. فاظن ان في المستقبل ان شاء الله هيكون من الاعمال اللي انا هتابعها، لان بقيت دلوقتي اعرف اقدر يعني حاجة اسمها حوار. والسؤال الثاني من سير جريمر بيقول: اشكرك على الاجابات الحلوة والمنطقية. العفو، شكري ليك طبعا على السؤال. والسؤال يعني خاص بون بيس وكينجدوم مع بعض ولكنه من غير حرق. مين المفضل عندك، شانكس ولا ريبكو، بما انهم نوعا ما متشابهين؟ بص، السؤال ده يعني ممكن في ناس يعني هتستغرب من اجابتي. الشخصيتين مش من مفضلين عندي اطلاقا، ولكن لو هختار حد منهم فمعلش يعني بفرق سنين ضوئية ريبكو. افضل ريبكو بكل الاتجاهات الممكنه كشخصيه، ماليش دعوه بالعمل ذات نفسه. يمكن السبب في الاختيار ده من الاساس هو ان شانكس يعني ما ظهرش عنه حاجات كتير، ولكن حتى اظن يعني حتى لو ظهر حاجات كتير في المستقبل ممكن برضه يظل تفضيلي لريبكو مقارنه ما بين الاثنين. ها، بس نرجع تاني، الاثنين مش من شخصيات المفضلة اساسا. فهو باختصار الاجابه ريبكو بفرق كبير بالنسبه للوقت الحالي. السؤال الثالث من بطل البحريه: هلا عمر، هلا يا عم جرب، كيف الحال؟ الحمد لله. سؤالي: هل تتابع مانجا قاتل الشياطين وفينلاند ساجا؟ واذا مش متابعهم عندك نيه للمتابعه ولا لا؟ قاتل الشياطين ما عنديش اي نيه ان انا اتابعها، بما ان ان شاء الله يعني هيكون في مواسم جديده قريب. اظن ان الحاله الوحيده اللي ممكن اتابع فيها قاتل الشياطين ان هم يقولوا ان هم مش هيعملوا انمي مره تانية، او يعني الانمي ممكن يتاخر 3 4 سنين، مع ان ممكن افكر برضو ساعتها. ولكن قاتل الشياطين مش على القائمه في ان انا اتابعها اطلاقا. فيلان ساجا والله كنت عايز اتابعها بعد ما الانمي ما خلص، وهي اساسا على القائمه وناوي ان شاء الله انا ان اتابعها، لان احتمال كبير جدا ان هم ياخروا الموسم الثاني. فنعم، قاتل الشياطين لا، فيلان ساجا. السؤال اللي بعده من كامتازي انمي: انمي نيفرلاند يستحق شهرته لانه هناك ناس يقولون انه سيء بسبب الاطفال. الكلام ده طبعا غلط جدا جدا. موضوع له علاقه بالقصه والتفاصيل او البناء اللي هو حطولك عشان تصدق. هل انت مقتنع ان الاطفال دول في المكان اللي هم فيه، المكان بتاعهم او الطريقه اللي اتبنى بتاعهم العالم كان شيء كويس وسليم؟ في رأيي مفيش أي مشكلة إن أنت ممكن تصدق إن في أطفال ممكن يوصلوا للحد ده من العبقرية، ما فيهاش أي مشكلة إطلاقًا. نوعًا ما تقدر تقول إنهم أطفال مميزين عن كل البشر. هل ده عمره ما حصل في التاريخ البشري؟ لا حصل. هل أنت عمرك ما شفت قبل كده مثلًا طفل صغير ذكي بيعرف يعني يفهم الأحداث اللي بتحصل حواليه، بعيدًا عن الخبرة اللي هو ممكن يكتسبها لما يكبر؟ لا، أنا بتكلم على ذكاء، يعرف يشغل عقله ويعرف يغلبك مثلا حواريا، او ان هو يعرف يغلبك في لعبه زي الشطرنج اللي بتعتمد على الذكاء. هل انت ممكن تتقبل حاجه زي كده؟ تقدر تتقبل حاجه زي كده بكل بساطه عادي. اتبنت في العالم صح؟ اتبنت في العالم صح، وما فيهاش اي مشكله. هي ممكن تقدر تقول تسميها يعني مبالغه شويتين اللي هي الدراما بتاعت العالم، لكن في الوضع اللي هو بناها كانت موجوده وكانت كويسه جدا. السؤال الثاني: هل شركه اليوتيوب نصابين؟ والله لسه لحد دلوقتي يعني مش عارف، بس يعني اظن من كلام ناس كتير ان هم يعرفوا يتلاعبوا زي ما هم عايزين، ولكن انا يعني مع المستقبل ان شاء الله بتاكد من النقطه دي بشكل دقيق. والنقطه الثالثه: افضل شخصيه من انمي نيفرلاند؟ ري، بالنسبه لي هو ري. والسؤال اللي بعده من محمد الشناوي: ايه رايك في انمي هيرون سورا؟ الانمي ابتدى بدايه كويسه جدا وكان انمي مبشر، ولكنه سقط في العامل الاساسي بالنسبه لي في اي انمي رياضي، الرسم والتحريك، او يعني بمعنى دقة التحريك ذات نفسه. التحريك كان حاجة وحش بالذات مع الوقت، ابتدى ان هو يتدهور، وابتدينا نشوف ان الدنيا مش
على نفس المستوى اللي هو ابتدى بيه، وابتدينا نحطه في مقارنات هو مش قدها تماما، فابتدى العمل يهبط مني واحدة واحدة لحد ما عمل له دروب. سمعت من ناس كتير ان هو العمل واخد اتجاه درامي، وده فعلا يعني ممكن يبرر هما ليه التحريك بتاعهم مش قد كده، ولكن انا بالنسبة لي اي عمل رياضي بيسقط من الناحية دي فهو بالنسبة لي خلاص طلع بره القايمة، طالما التحريك بتاعه مش كويس معلش. هل انا بقول ان هو عمل سيء او جيد؟ لا انا ما بقولش كده، انا بقول ان انا ما عجبنيش اساسا التحريك السيء اللي هما كانوا بيعملوه وسب. ولكن هو كمجمل كان من البدايه كان كويس، بعد كده ابتدى مستواه بالنسبه لي يقل واحده واحده لحد ما سبت. السؤال اللي بعده من هيريو هيكا، تقريبا اسمه كده، اضافه ممتعه للقناه، شكرا. السؤال هو مجرد معرفه رايك لبعض المانجات التي شاهدتها، ريكورد اوف راجناروك. المانجا ديت بس عشان صورتها وشفتها قبل كده كتير، عشان الصوره، عشان البوستر ده بس اللي انا شفته ليها هي اتضافت على القائمه، عشان البوستر ده دقة مرعبة، جودة التفاصيل فيها كانت حاجة خرافية، عشان كده بس اضافت على القائمة عندي ان انا كنت ناوي ان انا اتابعها ان شاء الله. تينكو شيمبن بصراحة معرفهاش. اكاتسكي نويونا من الانميات اللي بدأت اول حلقة اساسا منها من فترة طويلة وطلع مش على قد، او يعني مش الحاجة اللي انا كنت متخيلها في دماغي ورحت سايبه، ولكن انا عملت كده مع عمال كتير جدا وناوي ان انا ارجع له مره تانية، لان الحكم المبدئي ده على حاجه انت متخيلها بيكون حاجه غلط جدا. تشانج جي زينج، لا برضو الاثنين دول معرفش عنهم حاجه. واذا وجدت مانجا لم تقراها يمكن ان تحكم من خلال قراءه القصه في وصفها فقط. طب خلينا نقرا القصه. بالنسبه لتينكو شيمبان انا بصراحه القصه نوعا ما تقدر تقول انها ما تشدش، ولكن البوستر ذات نفسه هو الحاجه تسحب. بداية القصة ذات نفسها نوعا ما غريبة، ناطحات السحاب متصلة بجسور، ان احنا في المستقبل بشكل هائل، يعني ان احنا قدرنا نعمل حاجة زي كده، في جسور ما بينا والجسور ديت معلقة، نظن البنت اللي لقيت نفسها على مرة واحدة كده على احد الجسور فصلتني شويتين، ولكن من الحاجات اللي ممكن ان شاء الله في المستقبل بتابعها، وممكن لو يعني طلعت حاجة مميزة جدا وعجبتني جدا هبعمل عنها فيديو. بالنسبة لتشانج جي زينج تقريبا اسمها كده، يعني هي ديت حاجة شبه اكاتسكي نيونا تقريبا، اكاتسكي نيونا شويتين قريبة يعني منها، نقطة ان البنت يعني هي بطلة القصة بتاعتنا. بصراحة من الحاجة ديت ما شدتنيش اطلاقا القصة بتاعتها، ولكن زي ما قلت انا ما بحبش احكم على الغلاف من العنوان، انا ما بحبش اصلا اقرا القصة بتاعت اي عمل. ناس كتير بتتكلم ان هو يعني حاجة حلوة وروح وروح، بحب اتفاجئ ساعة لما اخش، ساعات ديت بتصدف ان انا بحكم بشكل مبدئي وفي الاخر بروح سايبه خالص، الا ان حاجه زي كده هبقى ان شاء الله يعني في المستقبل هبقى ارجع لها. فهي ريكورد اوف راجناروك ان شاء الله هي وكاتسكي نويونا هبقى ارجع لهم في وقت قريب. الاثنين التانيين ما شدونيش جدا، ولكن كحكم عليهم لا ما اقدرش احكم على حاجه انا ما تابعتهاش. السؤال اللي بعده من منامي انمي، ايه رايك في انمي كوروس شيتسوجي، او اللي هو يعني بلاك باتلر، او اللي هو تقريبا الخادم الاسود تقريبا اسمه كده، هل ترى انه انمي يستحق المتابعه وكم تقييمك له؟ الانمي ده يعتبر من الانميات اللي على القائمه بتاعتي من ايام طويله جدا، من زمان جدا، ولكن لحد دلوقتي لسه ما تابعتهوش، ولكن صدف اني شفت حد بيتكلم عليه، حد ده انا اعرفه، ان القصه باختصار عن شاب او عن طفل يعني عمل، وده طفل ده ولد طلع ان ده ولد، وهي ده الحاجه الغريبه يعني ان الولد هو بنت يعني، بس هو بما ان يعني في ناس كده بتحب الكنافات فاظن ان الانمي ده هيعجبك بسبب سباستيان يعني. ومن الكلام اللي اتقال ان اول جزء ده نصه فيلر والجزء الثاني هو كله فيلر، والجزء الثالث هو تقريبا يعني اللي هو اقتبس حاجه كله كده على بعضه من المانجا ذات نفسها، وشفت يعني لقطات من الاي ام في يعني كان في تقطيع حلو جدا وعجبني، وناوي ان شاء الله ان انا بروح اتابعه، ولكن كمجمل الانمي اقدر اقول ان هو شكله نوعا ما جيد بحكم مبدئي كده ظاهري بس، ولكن ما اقدرش اقول ان هو عمل كويس واستحق المتابعه الا لما اشوفه، ولكن بما ان زي ما قلت في ناس بتحب الكنافات عشان انمي ممكن يصلح لحاجه زي كده. بعد كده السؤال اللي بعده من مروان اسماعيل، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه سبب ان شعبيه الانمي في مصر قليله؟ يعني تقدر تقول بسبب الصراعات والاحداث اللي كانت بتحصل في البلد في السنين اللي فاتت، الناس ما عادتش، او يعني معظم الشباب ذات نفسهم هم اللي هيهتموا بحاجه ترفيهيه بالشكل ده، ما عادوش مهتمين ان هم يعني يضيعوا وقت بالشكل ده على حاجه لسه عالم جديد جدا يعني بالنسبه لهم، ده على افتراض طبعا ان هي شعبيه الانمي قليله، مع ان في ناس كتير جدا من مصر، ومعظم قنوات اليوتيوب تقريبا اللي هي بتتكلم عن الانمي بيتكلموا ان تاني اكتر ناس بتتفرج عليهم بيكونوا من مصر بعد السعوديه. المصريين في منهم ناس كتير بتتابع انمي، ولكن زي ما قلت يعني
بسبب عزوف الشباب، لان هم يدوروا بقى على المستقبل هم عايزين يتجوزوا وكل الكلام ده. ف موضوع مش واكل هم، دي حاجة يا عم الحاج الأطفال، حتى لو حاولت إن أنت تقنعه هيقول لك لا مش عايز. ناس كتير هتفضل تفكر بالشكل ده، لأن بسبب الأحداث والبلاوي اللي عمالة تحصل هم مش مهتمين، مش من أولوياتهم يعني. ده يعني لو هناخد الموضوع من الجانب السوداوي ده، ولكن هم في ناس كتير من مصر متابعين أنمي لكنهم مش مهتمين إن هم يخشوا على اليوتيوب ويقعدوا يدوروا أو يتكلموا على الفيس أو حاجة زي كده. يعني مش عايز واحد يجي يقول له أنت بتتابع كرتون كل كده، مش عايز. في ناس بتحاول ان هي تريح دماغها، ولكن برضه في نفس الوقت في جروبات انمي كتير جدا عاملينها مصريين، يعني احطهم لك كلهم تحت في الوصف. وتاني نقطة، ايه اكتر مانجا نفسك يكون ليها انمي؟ انا عن نفسي بتمنى تكون بيرسيرك. بالظبط يا صاحبي، بالظبط، هي بيرسيرك. منه لله منه لله ميورا، منه لله. حتى المانجا مش عارفين نتهني بيها، فما تحلمش ان انا نشوف انمي. الانمي اللي اتعمل ليها من 2016 و17 دول حاجة زي الطين يعني، دول ما يتشافوش اساسا. حتى الموسم بتاع 97 يعني كان مليان تحريف، فاي حد عايز يروح يتابع بيرزرك روح شوف المانجا، ولكن اعلم ان هي كلها بلس 18، كلها بلس 18. ما تخيلش ان هي حاجه لو انت صغير ما تروحش تتابعها. والسؤال اللي بعده من صالح، هل تابعت اوفرلورد؟ واذا تابعته ايش رايك بالاقتباس؟ انا كشخص قرأ روايه اوفرلورد لقيت تحريف كبير بالاحداث وحذف اركات كتيره والقصه اكبر بكتير من اللي صار بالانمي. انا كشخص تابعت لحد الجزء الثاني وكنت تايه نوعا ما لحد تقريبا اخره، ان هو ايه اللي بيتحكي، احنا عايزين نقول ايه اساسا من القصه. ما لقيتش، معرفتش امسك حاجه. كل اللي فهمته من القصة ان احنا دخلنا عالم لعبة، وكان بصراحة يعني السرد بتاعهم كان شكله جاد جدا، من حيث حتى طريقة القتل بتاع الشخصيات. اينز اول جون ده اللي هو يعني الشخصية الكريبي بتاعتنا، اللي هو ذات نفسه اصلا لاعب، وليه نفسه محشور؟ هو محشور ليه يعني؟ هو فضل موجود ليه؟ مش عارف يخرج. كلام كتير جامد ما اتحكاش، اتحكى كأننا شخص بيلعب لعبة بس احنا مش شايفينه، او احنا مش عارفين هو لسه فاضل بيلعب اللعبه ديت ليه وما خرجش منها. الكلام ده لحد الموسم الثاني، فكان في حاجه كويسه كانت ممكن تطلع، الا ان لحد دلوقتي اسامه ما فهمتش هو كان عايز يقول ايه. يعني هو انت عايز توصل لايه بالاحداث اللي انت بتعملها ديت؟ ما اعرفش. انت عايز يعني توصل تبقى بطل اللعبه؟ ما انت بطل اللعبه، انت من اولها اسامه بتقول ان انت بطل اللعبه، انت اعلى شخص في اللعبه. ايه الحاجه بقى اللي انت عايز تقولها تاني؟ مفيش. لا فعلا مفيش. ده غالبا زي ما انت ما قلت راجع لرداءة الاقتباس. ناس كتير كان قريت برضو ان في ناس كتير بتقول ان الرواية مختلفة تماما، في حاجات كتير تفاصيل اتشالت. هل ممكن اقرا الرواية؟ انا بصراحة يعني القراية بالنسبة لي ضعيفة جدا جدا جدا، فممكن ان شاء الله في المستقبل، لاني بكره جدا يعني. الموضوع ده ابتدى معايا من ساعة بيرزرك منهم لله اللي عمل الانمي بتاع 2016، ساعة لما رحت قريت المانجا وعرفت البلوى اللي حصلت فعلا بتاع 2016. من ساعتها وانا عرفت فعلا يعني ايه اقتباس زفت، ولكن اقدر اقول ان اللي اتعمل في الانمي هو جيد يعني. اللي هم جابوه، اللي هم حكوه، كان شيء كويس جدا ويعتبر من احسن عمل الايسيكاي. السؤال اللي بعده من المحقق كونان او ديتكتيف كونان، السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا اسلوبك جميل، شكرا، وممتع، من افضل قنوات الانمي عربيا. الله يخليك، الله يخليك يا صاحبي. السؤال، هو أفضل أو يعني ما هو أفضل 5 قتالات في عالم الأنمي بالنسبة لك؟ مش شرط الترتيب. الكلام اللي هقوله يعتبر يعني زي ما تقولوا كده في سنة حرق للقتالات ذات نفسها والمواجهات اللي هتحصل بالنسبة للأنميات والمانجا اللي جاية. أولا بليتش، وعدي النقطة ديت لو أنت ما تعبتش. الكيورا ضد إيتشيجو، الحتة اللي في الآخر يعني من اللي حصل فيها كان انفجار، وكان حاجة رهيبة جدا من حيث الساوند تراك، من حيث التحريك، من حيث الأحداث، ما عدا الختام بتاعها. الختام بتاعها خلاها تصل، ولكن اللي حصل في الفايت ذات نفسه في الحتة الأخيرة دي أنا يعني لسه لازلت برجع أتفرج عليهم، حاجة حماسية جدا. المركز الرابع والثالث، الاتنين من نفس الأنمي من هانتر اكس هانتر، عدي النقطة دي لو أنت متعبتوش. الاتنين ها يعني مع بعض يعني ينفع تبدلهم عادي. جون ضد بيتو يعني كان ساوند تراك لسه برضه معلق في دماغي مع الحدث لحد نهايته، وهنا مفيش اي مشكله اطلاقا في التحول او في الحدث اللي حصل، كلهم جبارين. وبرضه نيترو ضد ميريو برضه لحد نهايه الارك او لحد نهايه الفايت ده ذات نفسه حاجه ايبك، حاجه عظمه يعني، تقدر تقول كده
بفاضل ما بين الاثنين، ولكن المركز الثالث هيكون نيترو ضد ميري. اه، ونهاية الفايت اللي حصل ما بينهم كانت نهاية منطقية جدا، ما فيهاش أي مشكلة. في المركز الثاني كل قتالات جنتما، كلها بلا استثناء. شوف أي قتال كده لجنتما وعايز تحطه هنا حطه، عايز تخلي القايمة كلها ما عدا المركز الأول، كل قتالات جنتما ينفع تتحط في المركز الثاني، ما فيش أي مشكلة. المركز الأول ده بقى من مانجا فاجابوند، يعني لو أنت ما تابعتهاش نط الحتة ديت. القتال اللي حصل ما بين موساشي وال 76 او 77 او 74 من اليوشي وكا ده ايه؟ ديت لو ديت بس يعني القتال ده بس لو اتحول لانمي هيحط على انميات كتير موجوده في الفتره كلها، هيحط على معظم الانميات اللي بتتعرض دلوقتي كلها بمعنى كلها. ولكن طبعا انت لازم تكون عارف السياق اللي حصلت فيه الاحداث، الا ان هو اساسا قتال عظيم، مع ان كل القتالات اللي حصلت في باجابوند كلها عظيمه، ولكن ما علينا، يعني انت قلت ان انا بفضل حاجه. فبس هم دول اكثر خمس قتالات يعني حاضرني دلوقتي، ممكن يطلع في حاجات انا ناسيها، ولكن هي ديت كانت الحاجات اللي انا فاكرها في اللحظه ديت. السؤال اللي بعده من عمر محمد، ليه تغيير الاستوديو بيجي بضرر على الانمي في اغلب الاوقات؟ خد الموضوع ده من شقين، من جانب المتابعين ذات نفسهم، ومن الجانب الفعلي اللي بيحصل على الانمي، في من نظره كده موضوعيه، مش من نظرة محب او من نظرة كاره. من وجهة نظر متابعين الانمي، الحاجة اللي هم اتعودوا عليها وكانوا فاكرينها وحابينها وشافوها وتعلقوا بيها اختلفت، اتغيرت. لا، انت مش جايب لي نفس الحاجة اللي انا حبيتها يا عم الحاج. فانت بتشوف ان فيه، لا ده كده مشكلة، انا مش عايز اتابع ده، انا عايز اتابع القديم اللي انا فاكره، اللي انا حبيته، اللي انا عشيته من الاول خالص، من اول موسم لحد اخر. وتقدر تشبه النقطه ديت باللي حصل مع هايكيو. الرسم نوعا ما اختلف، الرسم جيد بنفس التصاميم اللي في المانجا، مع انه في البدايه ما كانش وحش، وفي اللي حصل بعد كده ما كانش وحش. في ناس ممكن تقول لك لا انا مش عايز اتابع الانمي ده. من ناحيه تانية بقى، بص للي بيحصل للانمي ذات نفسه ساعه لما الاستوديو بتاعه بيتغير فجاه مره واحده، هو المفروض يتم الاعلان عن موسم جديد ليه في وقت قريب. المفترض ان الاستوديو اللي هيمسك العمل ده يكون عارف قبلها بمده عشان يقدر يحضر نفسه، يعرف يفضي جدول اعماله، يعرف يفضي الرسامين والمحركين وكل الناس اللي هتشتغل على الانمي ده، عشان في الاخر يعرف يطلع المنتج بشكل كويس، زي اللي حصل مثلا مع ناناتسو. تم تسليمه لاستوديو دين اللي هو ما كانش فاضي، اللي بعد كده سلمه الاستوديو كده تحت بير السلم، فطلعت لنا الكارثه اللي حصلت. يعني تقدر تقول بسبب ضيق الوقت، وبسبب ان انت بتديه لاستوديو هو ذات نفسه ممكن يكون شغال على العمل، او انت اديته الاستوديو فاضي هو متفرغ، ولكن اديت له مده قليله جدا، المفروض ما بيشتغلوا على الانمي من قبلها بسنه او سنتين او ثلاثه حتى، او ممكن اربعه، او ممكن توصل لعشر سنين، يعني على حسب بقى انت عايز توصل الانمي ده لقد ايه. يعني افلام ميازاكي ذات نفسها بتقعد تقريبا في حدود 5 6 سنين كده عشان تطلع، عشان يطلع بفيلم واحد. والنقطه الثانيه، ليه مؤخرا الفان سيرفيس زاد قوي؟ لان هو نقطه بيع كويسه يا صاحبي، ناس كتير، وديت يعني حاجه موجهه لليابانيين ذات نفسهم، نقطه بيع كويسه بيعرفوا. ولكن برضو الفان سيرفيس مش هو الهيخو هيخو بس، يعني لا، في فان سيرفيس احنا ذات نفسنا بنحبه، اللي هو الدمويه، اللي هو زياده مشاهد ما كانتش موجوده في المانجا ذات نفس. ون بيس اكبر مثال لحاجه زي كده. واخيرا، اقتراحك للانميات تكون بقصه جديده ومختلفه، عشان بقالي حبه زهقان من الانمي. كايجي، جينتاما، سانجاتسو. لو ما تابعتش اي انمي من الثلاثه دول، روح تابعهم هم الثلاثه، روح تابعهم هم الثلاثه على طول ورا بعض. السؤال اللي بعده من يوي اف، او يعني تقريبا هيكون اسمك يوسف حاجه زي كده، عندك عمل وما هو اختصاصك وما هو مستقبل القناه؟ انا تقدر تقول ان انا عندي عمل، ولكنه زي ما تقول كده عمل جزئي، اللي هو بايتو زي ما بيقولوا في الانمي. وما هو اختصاصك؟ لا، انا لسه طالب لحد دلوقتي في الكليه. وما هو مستقبل القناه؟ ان شاء الله هنفضل مستمرين كده يعني، واحاول ان انا ممكن اجيب حاجات جديده يعني، ويا ريت تقولوا لي اقتراحاتكم تحت في التعليقات، بلاش كسل. ولكن ان شاء الله انا مستقبل القناه هتفضل مستمره بالشكل ده وبالوتيره ديت، واحاول ان انا احسن من نفسي باكبر قدر ممكن مع المستقبل. السؤال اللي بعده من ويكسر 72 تقريبا اسمك كده، اكثر الانميات المتحمس لها في فصل الصيف او بتسوي لهم مقطع؟ بالنسبة للنقطة التانية او الجزئية التانية، بسوي لهم مقطع. انا متضايق جدا من نفسي ان انا معرفتش اعمل فيديو لانميات بتاعة الخريف، اللي هو زي المعتاد، اللي هي في الفيديوهات اللي هنا او اللي هنا، اللي هو فيديو بجيب فيه كل الانميات اللي نزلت واتكلم واصنفهم، ده ينفع يتابع، ده ما نوعا ما ده حاجه زباله ما تتابعهوش. تقدر تقول نوعا ما الحركه ديت كانت متعبه، ولكن انا كنت مستمتع جدا بالحركه دي. فانا وان شاء الله انا بعملها في الصيف، انا متضايق من نفسي جدا انا ما عملتهاش في الخريف.
لكن كان بيبرر النقطة ديت يعني بسبب كل الأنميات تقريبا اتأجلت. ايه أكتر أنميات أنا متحمس لها؟ على رأس القايمة ديت طبعا ري زيرو، من الأعمال برضو اللي متحمس لها، أو يعني كنت متحمس لها في ساعة لما كانت تنزل في شهر 4، ولكن بعد ما تابعت الموسم التاني مرة تانية مش عارف، كنت شايف إن كنت أتمنى يعني إن المشكلة ديت تكون مشكلة ترجمة، لأن كنت شايف كمية حوارات متخلفة في أنمي يهري. اتمنى ان يعني الموسم الثالث ما يكونش بنفس المستوى ده، واتمنى ان يكون كانت المشكله من الترجمه، ما كانتش المشكله في ان الحوارات ديت اللي كانوا بيقولوها فعلا، لان انا كنت ناوي اعمل فيديو عنه بعد الموسم الاول، لكن بعد الموسم الثاني وقفت وقلت لا. ولكن يا هاري برضه انا لسه ستيل هتابعه ان شاء الله. ذا جاد اوف هاي سكول يعني اكيد المانوا ديت خدت نقطه كده، نقطه بيئه جدا، بالذات ان هي جايه بعد تاور اوف جاد، فيعني في ناس كتير كانت بتحمس ليها بشكل مبالغ فيه. ان شاء الله برضه انا متحمس ليه، بس اظن ديت بس هي الاعمال اللي انا متحمس ليها. ان شاء الله يعني هيكون في فيديو المره ديت عن موسم الصيف، عن الانميات، ايه الحاجه اللي ممكن تتابعها والحاجات الزباله اللي ما تتابعهاش. في الوقت الحالي احنا هنتنقل لجانب الحرق بتاع مانجا كينجدوم. لو انت مش متابع لمانجا كينجدوم، او يعني انت عايز حرق المانجا وان بيس، فمانجا وان بيس قدام قدام خالص يعني، هتلاقيها في الاخر. فلو انت مش متابع لمانجا كينجدوم، سؤال حرق المانجا كينجدوم من فينس موك سانجي، هو ليه الناس بتقلل من موبو يا اسطى؟ اتذكر في المانجا انه بالرغم من ضعفه في الاستراتيجيات انه قدر يتغلب عليها بالقوه الغاشمه. اولا لان الناس ساعه لما شافت انه تغلب عليها بالقوه الغاشمه، تغلب عليها بسبب نقطه هو عارفها، بالذات في حرب الائتلاف عارفها من شو هيكن. النقطة التانية ان هو الناس ما بتقدرش يعني بشكل كبير القوة، بس بتقدر الشخصيات اللي هي عندها نوعا ما كده حاجة هم مش فاهمينها، حاجة هم مش قادرين يستوعبوها حد ما هو ما يكشف، زي اوسن مثلا يعني، او زي شو هيكن، او زي ريبكو. الحاجة اللي انت تقدر تفكر فيها كتير، موبو انت هتفكر في ايه؟ موبو هو هيخش هيضرب وخلاص هيلطش، عشان كده في ناس كتير ما بتقدروش. هل هو يقدر يتغلب على الاستراتيجيات بالقوة الغاشمة؟ مش مع كله، ولكن هو مع معظم الجنرالات، او مع جنرالات كتير جدا يقدر يعمل حركة زي كده. ولكن تقدر تقول ان فعلا زي ما قلت هو الناس ما بتقدروش، عشان هم بيحبوا الناس الاذكياء واللي برضو عندهم قوة. السؤال اللي بعده من ابو سعيد، توقعات من اول دولة راح تسقط واول جنرال من تشين راح يموت في المستقبل. اول دولة هتسقط من وجهة نظري هي اما تشاو او هان، وارجح ان هي تشاو. اول جنرال ممكن يموت في المستقبل البعيد، النقطة دي صعبة جدا. خلينا اقول اوسن هو اول جنرال هيموت في المستقبل. ما عنديش اي تلميح لحاجة زي كده، ما عنديش اي حاجة ممكن تقنعك، ولكن هو اوسن. السؤال اللي بعده من محمد غلاب، تتوقع من جنرال الارك الجاي، وازاي هتحل دولة شن مشكلة رغبة وسم في انه يبقى الملك؟ تتوقع من جنرال الارك الجاي، يعني اظن ان الجنرال هو اللي ما خدش حقه هو موبو، ولكن اتمنى يعني وغالبا ده ممكن اللي هو يحصل لو هنروح الان، او هنروح نكمل على تشاو. وبما اننا اساسا يعني عارفين ان في الاحداث اللي بتحصل في الوقت الحالي هو اساسا احنا مع تشاو، فاوسن هو اللي قاد الحمل، فديت ما تحتسبش. فاحنا لو هنكمل على هان غالبا ممكن نشوف يعني تو، ممكن نشوف ذات نفسه شين، او يعني الثلاثي شين واوهن وموتن. ولكن التوقع الاكبر هو رايح من نصيب موبو، لان هو الجنرال الوحيد اللي ما شفناش منه يعني حاجه هو رايح فيها لوحده كده، هو اللي قائد. وازاي هتحل دوله شين مشكله رغبه وسم في انه يبقى الملك؟ لازم الموضوع ده عند لحظه ما هينكشف، وساعتها رغبات اوسن هتبان للكل، وهيكون الموضوع واضح، وهيكون هو مش قادر ان هو يعني يداريها او ان هو يخبيها. ففي اللحظه دي يا صاحبي لازم هيكون في حوار خازوقي كده ما بين الاثنين، كل واحد فيهم عمال يدي للتاني هو وايه. لازم هيتكلموا بقى عن تعريف الملك وتعريف الدوله، وايه هي الحاجات اللي بتؤسس او بتقوم عليها الدوله، واحنا المفروض نعمل ايه للمستقبل. واتمنى ساعتها ان ايسي يتهزم هزيمه نكراء، ويتدخل حد كده في النص، ممكن قد يكون شو هيكن، ممكن يكون شين ذات نفسه ما تعرفش، او يعني اوهن ذات نفسه هو اللي يخش ويدي لابوه الصفعه. ولكن دي كلها احلام ورديه انا عارف، ولكن الحاجه اللي انا متاكد منها انه هيحصل في المستقبل حوار ما بينه وما بين ايسي، ولازم اللحظه ديت هتيجي ساعه لما هيكون خلاص هو ما قداموش حل غير انه يكشف اوراقه، اما ان هو بقى يقتنع، ولو ما اقتنعش غالبا بقى هيموت، وساعتها تتحقق نقطه ان هو الجنرال الاول اللي هيموت من دوله شين. السؤال اللي بعده من صالح، وش رايك بشخصيه اوسن؟ وش توقعاتك له؟ هل سيصبح من السته؟ وهل هو الافضل بتشين من الشخصيات الحيه؟
رأيي في شخصية أوسن، هو مش من شخصياتي المفضلة، إن هو الشخصية عبقرية بكل معنى الكلمة. هل هو عنده قوة؟ فيعني خلاص بقى نرقيه كده، يبقى الشخصية الأعتى في قصة كينجدوم لحد دلوقتي. أتمنى إن لأ، يعني ما نوصلش للدرجة دي، ويكون عنده قوة لكن ما تخلوش يعني لا يقهر. الذكاء والاستراتيجيات، وان هو شخصية غريزية، وان هو عنده قوة فتاك. تمناش ان احنا نوصل للمرحلة دي. مش موبو يعني في نفسه، وفي نفس الوقت يكون بتاع ده، يكون شوهيكن يعني، ما يكونش الاتنين كده، عملت ما بينهم ميكس ورحت جايب لي كمان الدق هيو ليه؟ لكن هو كشخصية، شخصية رهيبة جدا، شخصية عبقرية جدا. وش توقعاتك لو هل سيصبح من الستة؟ في حالة واحدة، لو تخلى عن حلمه يعني اذعن كده الايسي، والحاله دي شكلها ممكن تكون مستحيله في الوقت الحالي اللي احنا فيه، لان هو الحوار اللي حصل ما بينه وما بين ريبكو لازم يكون وصل لسي، ولازم سي هيتخذ اجراءات ضده ان هو يمنعه ان هو يوصل يكون احد الجنرالات السته. مش هيدي الواحد الصلاحيه ديت وفي الاخر يبص يلاقيه حاطط الرمح على راب. ففي الوقت الحالي الموضوع مستحيل. في المستقبل لو تخلى عن الحلم بتاعه، وهل هو الافضل بتشين من الشخصيات الحية؟ الافضل من حيث ايه بالنسبة لي، ولا هل هو الاحسن على جميع الساحة في الوقت الحالي؟ بالنسبة لي لا، هو شو هيكن الافضل في تشين. بالنسبة بقى للقصة ذات نفسها والافادته للدولة، فتقدر تقول بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة لحد اللحظة، لحد ما هو مش منقلب عليهم، هو الافضل بالنسبة للدولة، هو الأكثر إفادة من الشخصيات الحية، من الجنرالات بالنسبة للدولة. ذكاء وعبقريته هو اللي خلاه فعلا يقدر يتخذ القرار المميت ده اللي حصل في دولة شاو. السؤال اللي بعده من أحمد طك، أتمنى أكون بقول الاسم صح. هل تشوف موبو أقل جنرال من الخمسة، كانكي وأوسن وتوي وتنوا وموبو، كمستوى جنرال؟ كمستوى جنرال احنا بنقيسها على اساس ايه؟ بنقيسها على اساس القيادة، يعني هل هو الشخص ده يقدر يقود جموع غفيرة جدا ويقدر ان هو يفتح دول؟ مو بيقدر على كده. هل هو من حيث الذكاء؟ لا، متحسبش كده، لان في جنرالات كتير على مدى التاريخ ما كانوش اذكياء. هل من حيث يعني النوع بقى بتاع ان هو متعلم للاستراتيجيات او للغرازيات؟ لا، ما بتتحسبش من حيث كده. فكمستوى جنرال لا، هو وصل أساسا لمستوى عالي جدا جدا جدا. وأوكي كان يعني بيتكلم ان هو شايف في حاجة هتكون مفيدة جدا للدولة. هل هو أقل الجنرال من ضمنهم؟ حط الخمسة دول في مواجهات كده ثنائية كده ضد بعض، وشوف مين الجنرال اللي هيفوز. هل موبو هيخسر ضد معظمهم؟ موبو لو تواجه مع حد من دول وهم في نفس الظروف بالظبط، هل تقدر تقول ان هو هيخسر؟ هل هو يقدر يقلب الطاولة على اي حد فيهم؟ يقدر يقلب الطاولة على اي حد فيهم. قوته متفقين ان هي اعلى منهم كلهم. هل هو اقلهم؟ اطلاقا لا. دلوقتي خلصنا الحرق بتاع جانب كينجدوم، دلوقتي هنتنقل لحرق ومانجا وان بيس. فلو انت مش متابع للمانجا دي اقفل الفيديو. والسؤال اللي بعده من حمزه، وبعتذر عن نط الاسم التاني لان انا مش قادر ان انا اقراه يعني عشان ما اقولوش غلط. هل ابو في مستوى لوفي وزورو، ام انها فقط فاكهه هجوميه مرعبه ودفاعيا ضعيفه؟ وهل السيناريو الذي حدث منطقي؟ بالنسبه للسيناريو اللي حدث، بالنسبه لتوضيح الكاتب، فتقدر تقول ان هو منطقي. الكاتب وضح لك ان انت لو سمعت القدره مش هتقدر تتجنبها. هل ابو في مستوى لوفي وزورو؟ لا اطلاقا، هو اقل منهم بكتير جدا. انا شايف ان هو اقل منهم بفرق. وفعلا الفاكهه زي ما انت ما قلت هي فاكهه هجوميه مرعبه ودفاعيا ضعيفه، ولكن نقطه الحاجه اللي كانت في السيناريو بتاع اودا كانت منغصة علينا، الاغماء بتاع لوفي لسه لحد دلوقتي انا مش متقبلها، ومستني تفسير ليه القدرة بتاعت ابو بشكل اوضح بكتير، لان الحاجة اللي حصلت ديت لسه مش مبلوع. السؤال اللي بعده من يحيى ان زد، يو مو صلاح، ازيك؟ انا مش مو صلاح. خلينا نتنقل لنقطة السؤال على طول. روكس دي زيبك اسكت بيج مام تو بوت هيز سول انتو ا يانج بلاك بيرد، سو ميبي ذاتس واي هي از ايبل تو ايت تو ديفل فروتس ميبي. روكس دي زيبك سال البيج مام ان هي تحط الروح بتاعته في الصغير البلاك بيرد الصغير، عشان كده ممكن يكون هو قادر ان هو ياكل فاكهتين. هرد طبعا يعني على السؤال بالعربي لان الانجليزيه بتاعتي مش قد كده يعني. السيناريو ده قد يكون اتحقق، ولكن قبل نقطه المعركه اللي حصلت في الجاد فالي، لان ساعتها المعركه كانت مميته، وغالبا نقدر نقول بشكل او باخر ان هو مات هناك او يعني اتحبس. فيعني لو البيج مام قدرت ان هي تاخد روح بعد ما هو ما مات او بعد ما هو اتحبس،
شيء صعب جدا ان احنا نتقبله. لكن قبل كده الموضوع ممكن هي حطت الروح بتاعت تو في البلاك بير، ولكن هل ده شيء ممكن اساسا؟ يعني هل ممكن تحط روح بتاعت شخص في جسد شخص حي مش ميت؟ يعني احنا شفنا الكلام ده بيتحقق مع موريا ولكن بسبب الظلال، هل ده ممكن اساسا يتحقق مع شخص ميت، مع جسد ميت؟ ما نعرفش. هل ده ممكن يتحقق اكتر بقى مع شخص عنده روح لسه عايش؟ ما نعرفش برضو، ولكن انا مش متخيل ان حاجة زي كده ممكن تكون حصل. ونقطة بقى ان هو اكل لفاكهتين عشان حاجة زي كده، انا لسه لازلت ضد نقطة ان هو اكثر من شخص في نفس الجسد، انا رافض للنظرية دي تماما تماما. السؤال اللي بعده من هلك عبد الجليل، برضه تاني اتمنى ان اكون بقول الاسم صح من ساعتها، هل ترى ان وده حشر نفسه بيتخانق بيجما متقمه في هذا الارض، ام ان يدخلها من اجل اضعاف كايدو والبيجما ستتحالف مع لوفي؟ ده معنى السؤال يعني اللي انت عايز تقوله. هل وده حشر نفسه بان هو دخل البيجما؟ وده حشر نفسه اساسا من ساعه ارك البيجما، يعني انت من ساعه لما عملت الارك ده انت حشرت نفسك بشكل رهيب. انت كان لازم ساعه لما تجيب لي اول حاجه لليونكو لازم تجيب لي قتال يحصل معاها، او ان باختصار تجيب لي فعلا ان هم قدروا يخشوا يخطفوا سانجي بشكل مقنع، وتجيب لي ان هم عرفوا يخرجوا من غير ما يسببوا اضرار زي ما انت من كنت عايز ترسم السيناريو في دماغك، ان ما ينفعش يخش يهزها بالشكل ده وتجيب لي احداث مريضه زي حدث ان هو سانجي بيعمل لهم الكيكه. استفدنا ايه والنبي؟ استفدنا وين النبي يعني ساعتها؟ خلى البيج مام ساعتها تجري وراهم وخلاص؟ كانت حاجه ساعتها ملهاش اي 30 لازمه. فلو كنت بشكل او باخر جبت لي البيج مام في الارك بتاعها عرفت تسقطها بقى هناك، يعني جبت لي بقى ان لوفي يوصل لقوه خارقه وقادر ان هو يسقطها، كنت هتقبل حاجه زي كده. انما انت حشرت نفسك ساعه لما جبتها لي وجبت لي ان هي خلاص بقى عند ضغينه مع لوفي، فبالتاكيد هتروح تجري وراه في الارك الجاي، ولو ما عملتش كده هيكون في مشكله، لان هي لو كانت فضلت في المكان بتاعها مستنيه كده لوفي خلاص اسقط كايدو، ايه يعني ما يجي هقتله، هو مش قال ان هو هيرجع؟ ما ينفعش. بيج مام سمعتها بقت في الارض ولازم تروح تسترد سمعتها بشكل او باخر، فهو من الاول خالص هو حط نفسه في الموقف الضعيف ده، ادخلها من اجل اضعاف كايدو ممكن، ولكن انا شايفه ان هو تهزيء اكتر للبيج مام، يعني مش اكتر من كده، وتهزيء برضه لشخصيات كتير بتحصل في الارض. السؤال اللي بعده من فارس 03، هل تتوقع دخول دراجون لوانو ويحررها لكي يكسب رضا العالم؟ دخول دراجون لوانو ممكن بشكل كبير بسبب ان سابو ممكن يسمع عن التحالف، لما نعرف ان شاء الله سابو جرى له ايه يعني، والجيش الثوري حصل له ايه في الريفري واللي حصل هناك. لو عرفنا حاجه زي كده ممكن فعلا سابو بعد ما يعرف عن التحالف يجي، وساعتها هيجي القائد الاول ممكن يجي معاه اللي هو دراجون، لان دي هتكون لحظه فارقه جدا في تغير وتقلب العالم كله. يحررها عشان يكسب رضا العالم؟ ما اعتقدش ان هو ممكن يعمل حاجه زي كده، لان هو لو كان عايز يكسب رضا العالم دراجون اصلا سمعته في الحضيض، فلا هو مش عايز يكسب رضا العالم، هو عايز يوقع حكومه العالم بس. ومن اللي احنا شايفينه ان دراجون اصلا يعني دماغه اكبر من ان هو يعني يكون بيحاول ان هو ياخد رضا الناس، او يعني بيحاول ان هو يتقبل الناس، هو عايز يسقط الفساد وبس. وبس ده كان فيديو الاسئله الطويل جدا جدا جدا، اتمنى يعني زي ما قلت لو هتكتب سؤالك اكتبه تحت، ولكن اكتب اسم العمل ولنا ان شاء الله شويه اقتراحات ممكن ننفذها. على العموم ده كان كل اللي كان عندي في الفيديو النهارده، لايك شير سبسكرايب، شكرا على المشاهده، سلام.